صداقه كل الاديان من كل عرق ومن كل جنس. قدراته عشان يقدر يثبت نفسه في حاجه هو بيحبها. انت قلت لنا ان انت كنت بتحب اللغات ودخلت في مجال التنميه البشريه، حابين نعرف امتى اول مره دخلت التدريب ازاي وازاي ابتديت مجال التدريب؟ طيب انا بدات مجال التدريب متاخر، يعني انا درست هيبنوس في 2006، ومن 2006 تقريبا ل 2009 كنت بعمل جلسات بس. التدريب بالنسبه لي كان جديد في 2009، بس في خلال 2006 ل 2009 انا كنت بجهز نفسي. وهنا الحاجه اللي انا عايز اقولها للشباب، لو انت بتدور على شغل قبل ما تدور على شغل خارجي، دور على شغل داخلي، خلص الشغل الداخلي اللي عندك، او مع كلمه معناه انك يعني تطور من مواردك زي ما كنت بتقول، اشتغل على نفسك، اشتغل على امكانياتك، اشتغل عند نفسك، او حتى بيقول لك اصرف على عقلك، عقلك يصرف عليك عشان تعرف تدي. بعد كده يبقى قبل الشغل بيجي احنا قبل الشغل. الناس بتدور على الشغل الاول وانا بدور على نفسي، وبالتالي ممكن تروح لشركه ويطلبوا شهاده خبره. هو الشركه من حقها بالمناسبه انها تطلب شهاده خبره. لو انت ما عندكش القدره انك تجيب شهاده خبره بس انت اشتغلت على نفسك كويس جدا، انا وعدك ان الفرص هتظهر قدام وشك، هتجيلك، بس المهم تكون انت مستعد ليه. هو ده السنه الكونيه، هي الدنيا ماشيه كده. طيب دلوقتي الترند في العالم هو ان الشخص يبدا يشوف المشاريع الخاصه بيه هو عايز ايه، يبدا ان هو يشتغل في هدف ان هو يعمل حاجه لحاله، بس ما تعملش ما تدورش على شغل وكان الشغل ده هو هدفك الاخير، لان في النهايه هتلاقي نفسك عشت حياه روتينيه جدا ومفيش اي مغامرات في حياتك وهتكبر وانت ما عملتش حاجه. حتى لو انت بتدور على شغل لازم في نفس الوقت تكون بتدور على الشغل اللي هيساعدك تحقق طموح اكبر بعد كده او هدف ابعد. بنشتغل حاجه بس هدفنا حاجه ثانيه اكبر، لازم ده سلم لحاجه اكبر عشان زي الاهداف بتتجزا. حتى الطريقه دي هتخلينا نتطور في شغلنا نفسه كمان، عشان الاهداف بتتجزا لازم يكون عندنا هدف اكبر وتحته اهداف صغيره. الاهداف الصغيره هي اللي بتقدر توصلنا للاهداف الكبيره. صحيح. عرفنا ان حضرتك كنا اول مره تنزل هنا، فكنت نازل عشان تدي مؤتمر في مصارعه البطل الجزء الثاني، وكورس اسمه فن تحقيق المعجزات. حابين نعرف ايه فن تحقيق المعجزات وصناعه بطل كان في ايه؟ بصي، هو مبدئيا هي مش بس اول مره انزل فيها القناه، انا اول مره انزل فيها الصيد. كمان؟ شويه الموضوع بالنسبه لي، انت عارفه لما تيجي تنزلي في مكان او تروحي مكان، انا ما بحبش اقول انزل دي لان القناه بالنسبه لي رافعه بصراحه. فانا طلعت القناه علشان خاطر انا سمعت عن المركز او المؤسسه العظيمه اللي بتعمل الكورسات دي في القناه واللي بتهتم بقول الناس اللي هي فيوتشر جيت، واللي نزلت معاها بعد ما في مدربين تانيين نزلوا فيه. فحسيت ان الموضوع يستاهل، وفعلا لما جيت انبهرت بالتنظيم، بس اللي اكتر من انبهرت بالناس. خليني اقول لك، انا كواحد عايش في القاهره دايما عندي فكره معينه عن قنا، لما جيت هنا قنا قلت لهم يا جماعه لا، مدينه متحضره اكتر مليون مره من القاهره زي ما احنا كنا متخيلين، فاهم؟ فانا استمتعت جدا بالوقت هنا، وعملنا فن تحقيق المعجزات. وفن تحقيق المعجزات فيه ايه؟ في مجموعه من الخواطر اللي ممكن تخليك تقرب اكتر واكتر من تحقيق احلامك، بناء على ان كل انسان مش محتاج معجزه تنزله من السماء، هو في حد ذاته معجزه، هو الشخص نفسه معجزه. ودي حاجه ممكن تخليك تستغرب ان الناس عايزه يا رب ورينا ايه، انت نفسك ايه، كل حاجه قدامك، مش محتاج تلاقي مثلا خياره مكتوب عليها اسم الله ولا جزر ولا شجره بتركع علشان تؤمن بالله عز وجل عشان تعرف ان دي ايه، انت نفسك ايه، تتنفس انت نفسك ايه. كفايه النعم اللي ربنا بيديها. بالظبط، النعم اللي ربنا مديها لنا دي لوحدها آية، فأنت مستني إيه يعني بالظبط؟ فأنا بقول للناس إن كل إنسان فينا جواه كل المعجزات، اللي هو نفسه معجزة ويقدر يخلق معجزات، هو مكنة معجزات أصلاً. ومع الفن تحقيق المعجزات بندي أدوات لتحقيق المعجزات، زي مثلاً العرض التقديمي، بندي أدوات أدوات تانية زي فكرة التغيير، يعني إيه تغيير والسبل السليمة لتحقيق التغيير في الحياة. وبندي ادوات كتير قوي زي المعايره وحاجات فعلا بتساعد الشخص ان هو يوصل لتحقيق هدفه باستخدام المعجزات دي، وهي في ايده. وانا خدت استلهمت المعجزات دي واستلهمت الادوات دي من ناس قدرت انها تحقق المعجزات، فعرفت هم كانوا بيعملوا ايه، جمعتها في الكورس نقاط علمتها اتدربت عليها وبدات اقدمها للناس. طيب ابرك ادورك، يعني ايه؟ بصي، ابرك ادورك هي تعويذه سحريه، هي ملهاش معنى. يعني السحرة زمان هما يقعدوا يعملوا كده على الساحر على الشخص بالعصاية، فبيقولوا أفرا كدابرا أفرا كدابرا، روح أنت هتبقى قرد والكلام ده. فأفرا كدابرا هي تعويذة، كلمة سحرية بس مش أكتر، بس معناها إن الإنسان هي زي فن تحقيق المعجزات بشكل أو آخر، بس إن الإنسان
في السحر، معاه السحر اللي يقدر يستخدمه علشان خاطر يغير حياته. السحر هنا مش معناه السحر التقليدي اللي احنا نعرفه، بس معناه السحر اللي هو السحر الحلو، اللي هو انت تقدر تسحر. يعني ايه تسحر؟ يعني تستخدم قدراتك في التغيير زي ما انت عايز. مجرد ما تغير في طريقه ادراكك للاشياء، الاشياء نفسها هتتغير علشان. وده بالمناسبه كوانتم فيزيكس، يعني العلم الحديث اثبت صحه الكلام ده. الكلام اللي احنا كنا فاكرينه خيال علمي طلع بجد وبيحصل. كمان مش لازم تقدر تغير نفسك بس، ده انت ممكن من خلال السحر ده تقدر تغير الناس اللي حواليك او الناس اللي انت بتتعامل معاهم في حياتك اليوميه. اتمنى بس البدايه بتبدا. اكيد الواحد يبدا بنفسه. حابين نعرف حضرتك مدرب الاول للتنويم بالإيحاء في مصر والوطن العربي، يعني ايه التنويم بالإيحاء وفكرته ازاي يعني؟ طيب التنويم بالإيحاء هو عمليه استرخائيه الشخص فيها علميا بيدخل في حاله اسمها ترانس ستيت، حاله استرخاء. بس الحالة دي مختلفة عن أي استرخاء عادي. يعني حتى أنا عندي أجهزة قياس الشخص ممكن يلبسها، لما يوصل للحالة دي بيبدأ الجهاز نفسه ينور فيه إن هو خلاص هو بقى مستعد لاستقبال الاقتراحات. في الحالة دي بيكون عقله مستعد قوي إن هو يستقبل الاقتراحات المقدمة ليه. مستعد إزاي؟ إن عارفة أنا ممكن مثلا أقول لحد كلام، أوكي؟ الكلام ده ما يأثرش فيه. بس حد تاني غيري يقول له نفس الكلام وهو في حالة تانية، الكلام ده يأثر فيه بالظبط. فالحاله نفسها هي اللي بتخلي الكلام ياثر او ما ياثرش. التنويم هو ادخال الشخص في الحاله المناسبه، فنقول له نفس الكلام حتى بس كلام تقني كلام متقدم شويه، فيبدا الشخص ان هو يتاثر في حياته تتغير. كان نفسنا النهارده يكون موجود معانا حاله ونقومها تنويم بالإيحاء قدام الناس، بس طبعا صعب ان احنا نعمل كده. ليه صعب تنويم؟ اشتغل عليها في البرنامج بلاقي. حابين في نهايه الرحله بتاعتنا ان هي وصلنا في مجال التنمية البشرية رحلة بسيطة، حابين نوجه في آخر مادسة لرحلتنا، حابين نوجه رسالة من خلال البرنامج بتاعنا برنامج حكايتك معانا للشباب، ازاي كل واحد يقدر يحقق هدفه وازاي يقدر يوصل للحاجة اللي هو عايزها. طيب بالنسبة للشباب اللي بيشوفونا، خليني أقول لك أنا كنت زيك، شباب زيك برضه. فالفكره اللي انا عارف انت بتمر بايه، خليني اقول لك مهما الناس قالوا لك، لو انت مصدق في هدف معين، لو انت عندك طموح معين، لو انت عندك حاجه انت عايز تعملها، مفيش اي حاجه في الكون كله ممكن توقفك عن هدفك، بس لازم تكون مخطط كويس. زي ما اتكلمنا من شويه فكره انك تشتغل على نفسك قبل ما تدور على شغل خارجي. اصرف على عقلك، عقلك يصرف عليك. اصرف على جسمك، على جسمك يصرف عليك بعد كده. فلو انت قلت ان انت عندك مشكله، فكر في الحل قبل ما تعرض المشكله. فكر ازاي ممكن اي حد غيرك كان عنده نفس المشكله دي، ازاي قدر ان هو يتخلص منها، ازاي قدر ان هو يخرج منها. ساعتها انت هتلاقي الحلول. لكن اغلب الناس اللي بتعاني هو الناس اللي ما فكرتش الدقايق ازاي ممكن تلاقي الحل، ازاي ممكن تسال على الحل قبل ما تسال على المشكله. فانت اشتغل على نفسك، طور من نفسك، خد كورسات في كل المجالات، مش لازم المجال اللي انت بتحبه بس، في كل المجالات. لو عندك اي مشاكل في حياتك ابدا انك انت تدور على الحلول. لو انت عندك هدف، دور على العقبات اللي ممكن تقابلك وحلها، يعني حلها في مخك قبل حتى العقبات دي ما تقابلك، علشان لما العقبات تقابلك تكون مستعد وجاهز ليها. ساعتها تحس ان حياتك بقت احسن بكتير. صدقني خليني اقول لك ان الفرص مستنياك، وان الحياه جنه في حد ذاتها يعني. فما تعيش في النار وانت عندك القدره انك تدخل الجنه. فشكرا ليكم. رحلتنا خلصت النهارده، كنا نتمنى ان احنا رحلتنا تكون اطول من كده عشان تستمتعوا معانا. نشكر استاذ مهاد رجب ان هو كان مشرفنا النهارده في برنامجنا. استنونا في حلقه جديده ورحله جديده وبطل جديد. السلام عليكم.